لغة عربية صف الروضة الثالثة. مرحبا صف الروضة الثالثة، ها قد عدنا من جديد. اليوم سنتذكر معا الصوت الذي تعلمناه في الحصة السابقة. إنه الصوت إي، الصوت الطويل إي. كيف تكون الشفتان عندما نقول إي؟ صحيح، عندما أقول إي تكون الشفتان مشدودتين من الجهتين اليمنى واليسرى. الصوت إي يشبه شكل إبريق الشاي على النار. إنه عبارة عن خط منحني بداية دائرة يتصل بجرن. والآن سنكتب الصوت إي. نبدأ أولاً من نقطة الانطلاق ونرسم نصف دائرة متصلة بجرن ونقطتين من الأسفل من الخط الرمادي إلى الخط الرمادي. للصوت الطويل إي أخ صغير اسمه إي، صوته قصير إي، نجده دائما في الأسفل. سنجسد الآن الصوت القصير إي. علينا طي الأصابع كلها بما فيها الإبهام. إي، ممتاز. هيا لنقرأ معا الأصوات. إي والآن حان دوركم لقراءة الأصوات. أحسنتم يا أبطال، إلى اللقاء. أراكم في الحصة القادمة.